بيقول خليني أخذك على مقطع أيضا آخر لطيف ومتداول، وهو لسوء فهم في أحد الشوارع بين شخصين، ولكن عندما عرف صاحب المقطع أن الشخص الثاني هو مسن اعتذر منه بطريقته الخاصة. كان هذا المقطع متداول على منصة إكس. يلا نشوف. يعني هذا فيديو بصراحة يدرس لبنى، خصوصا لما نتكلم عن ردات الفعل اللي تصير في الشوارع. خليني أقول هو حلو، تصرفه لطيف إنه كيف يتعامل مع كبير السن، لكن أنا أشوف إنه أصلا الانفعال في الشارع ما له داعي. هذه الأشياء خطيرة ولازم الواحد يعني يكون حليم، يعني لو صار هذا الموقف بأي شكل من الأشكال، أو إنه حتى كان الغلط على الطرف الثاني كبير صغير، ردات الفعل الانفعالية دائما ترى يكون مردودها عكسي، وممكن لا قدر الله يتصاعد الموضوع وغيرها. بس اللطيف انه كيف تعامل مع شخص كبير، يعني ربما الشخص الكبير كمان حس بخوف او بخجل. نعم، او بقلق او اي شيء، كيف انه هو احتوى هذا الموضوع وسلم عليه، وانه الله يدي العافيه بصراحه. صراحه فعل يشكر عليه. كمان انا اقول دائما رؤى لا تضيقوا على الناس في الشوارع، يعني انت ما تعرفي اللي قاعد ظروفهم ووضعهم. لا غير شخص اول مره يسوق او يقود، شخص ممكن يتوتر، بنت اول مره ماسكه، رجل كبير نظره ضعيف. يعني خاصة لما تكوني أنت ماسكة، خاصة ماشية على اليسار، عرفت الخط اليسار هذا، وماشية سريعة وراك مشوار، وتجين تلقين واحد يلا ماسك خطه ويمشي، وتقعدي تهرني وتقعدي تحطي له إضاءات وتكبسي. هذه أنا السلوك، هذا السلوك موتر يربك. فحتى لما تبغاه يحرك ولا تبغاه يفتح لك الطريق ويبغاه راعي راعي. صح، أنت ما تعرف ظروف الشخص اللي يسوق، قد تتسبب في كارثة. القيادة آداب وأخلاق فعليا. يقول لك يعني عشان تعرف أخلاق البلد هذه لازم تعرف كيف الأشخاص اللي بيقودوا سياراتهم.